متابعينا متابعي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة يوما بيوم خلال الأسبوع الحالي بإذن الله. حيث خلال هذا الأسبوع يتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاع كبير، خاصة اعتبارا من يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء، أي خلال منتصف الأسبوع، حيث تصبح الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة ومرهقة في عموم المناطق، على أن تتراجع شدة الأجواء الحارة خلال نهاية الأسبوع. بالتفاصيل نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية في عموم مناطق المملكة ليوم الأحد. طقس صافي في عموم المناطق، درجات الحرارة ترتفع مقارنة بما سجلته يوم السبت، 41 درجة مئوية متوقعة في المنطقة الشرقية، أيضا تكون الأجواء حارة في منطقة البادية الجنوبية وأيضا منطقة العقبة والبحر الميت والأغوار أيضا، بينما تكون الأجواء حارة في باقي مناطق المملكة. بالنسبة ليوم الاثنين ترتفع درجات الحرارة بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق. درجات الحرارة أيضا بالمنطقة الشرقية تلامس أو تكون في منتصف الأربعينيات، أما في البادية الجنوبية وأيضا في منطقة العقبة تكون درجات الحرارة أربعينية، وأيضا نفس الشيء في منطقة البحر الميت والأغوار، وبالتالي يكون الجو شديد الحرارة ومرهق في تلك المناطق، يستدعي ارتداء قبعات واقية من الشمس وأيضا شرب الكثير من السوائل. أيضا يكون الطقس حار في باقي المناطق بما فيها العاصمة عمان وعموم المنطقة الشمالية والوسطى وأيضا المناطق الجبلية من المنطقة الجنوبية. بالنسبة ليوم الثلاثاء تبقى المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة، درجات حرارة أعلى من معدلاتها، طقس شديد الحرارة ومرهق في المنطقة الشرقية البادية الجنوبية منطقة العقبة منطقة الأغوار والبحر الميت، أيضا تكون الأجواء حارة في المنطقة الشمالية والوسطى والمرتفعات الجبلية الجنوبية. يوم الأربعاء تتراجع قليلا درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق، تكون درجات الحرارة أربعينية في المنطقة الشرقية البادية الجنوبية وأيضا منطقة العقبة البحر الميت والأغوار، بينما تكون ما بين بداية الثلاثينات ومنتصف الثلاثينات في المرتفعات الشمالية الوسطى وأيضا الجنوبية. بالنسبة ليوم الخميس المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، يسود طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية لكن يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة في المنطقة الشرقية البادية الجنوبية أيضا منطقة العقبة البحر الميت والأغوار. أما يوم الجمعة بإذن الله تنخفض درجات الحرارة، تعود لمعدلاتها مثل هذا الوقت من العام، تكون درجات الحرارة في بداية الثلاثينات في المنطقة الشمالية والوسطى والمرتفعات الجنوبية، أيضا تنخفض لتكون ثلاثينية درجات الحرارة في المنطقة الشرقية البادية الجنوبية وأيضا منطقة العقبة، وبالتالي تنحصر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الحارة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.